زار وفد برلماني أوروبي بقيادة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي خافير كوسو العاصمة السورية دمشق، والتقى برئيس مجلس الشعب في حكومة نظام الأسد. وعد كوسو بنقل ما سماه الصورة الحقيقية للأحداث في سوريا للعواصم الأوروبية، وقال كوسو إنه يأمل أن تكون هذه الزيارة فاتحة أمل لزيارات جديدة من البرلمانيين الأوروبيين إلى دمشق. وأعرب كوسو لحكومة النظام عن دعمه للنظام ومساندته لمطالب الأسد برفع العقوبات الأوروبية عنه وعن نظامه. وكان الوفد الأوروبي وصل إلى دمشق بزيارة تستغرق يومين، التقى فيها مسؤولين وبرلمانيين، وتفقد فيها جرح قوات الأسد في مشفى حاميش بمنطقة مساكن برزة بالعاصمة دمشق. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة غزة عنتاب التركية المحلل السياسي صفوان جمو. مرحبا بك سيد صفوان، كيف تقرأ زيارة وفد من البرلمان الأوروبي لسوريا وتفقده لجرحى من قوات النظام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأ أستاذي زيارة الوفد الأوروبي لسوريا وتفقده لجرحى قوات النظام. أقول من وجهة نظري أن كثيرا من السوريين راهن على الموقف الغربي من الثورة السورية، وأنا من الناس من يقول أن الغرب تدعم الأسد، العالم الغربي يدعم الأسد وهو عدو السوريين، والأدلة على ذلك كثيرة. لو عدنا إلى مؤتمر باريس، مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد مؤخرا، عندما حضر كيري متأخرا عن أعمال المؤتمر، جاء وأفشل المؤتمر، خرج المؤتمر بأي توصيات أو أي آراء أو أي شيء ينفع السوريين. حديث الأسد مع شبكة SBS الأسترالية مؤخرا على ما أذكر، عندما قال هناك تعاون أمني مع الغرب، هذا الحديث يفضح كل أشياء. إنها صوت الشعب المظلوم على حاكم ظالم يدعمه العالم كله والعالم الغربي. وعندما نقول على العالم الغربي فأنا نقصد أمريكا ونقصد الاتحاد الأوروبي وروسيا، كل سيان. طيب، هل هذه الزيارة تعبر عن تغير في موقف الدول الأوروبية أم أن الموقف منحصر بالوفد البرلماني الأوروبي؟ أستاذي الكريم، الموقف الأوروبي من النظام لم يتغير، وزيارة الوفد دليل على وجود التنسيق. حتى أنه تسربت معلومات من فترة قريبة عن أن هناك أعطى الأسد أسماء 120 شخص من البريطانيين الموجودين بين الثوار وبين المجاهدين على الأرض السورية، أعطاه القائمة بأسمائهم. التعاون الأمني قائم بين الطرفين ولم ينقطع أبدا. طيب، هل يمكن للبرلمان الأوروبي إسقاط العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام؟ سيدي الكريم، العقوبات الأوروبية على النظام هي عقوبات على الشعب السوري وليست عقوبات على النظام. كنا نتمنى أن تكون هناك عقوبات من قبيل بيع الأسلحة والذخائر لهذا النظام، الأسلحة التي يقتل فيها شعبنا، التي يدمر فيها حلب، التي يدمر فيها إدلب، التي يدمر فيها سوريا كلها. الأسلحة تأتيه من كل الأطراف. العقوبات عقوبات على الشعب وليست عقوبات على النظام. لو كان المجتمع الدولي جاد في معاقبة الأسد لأنزل هي عقوبات حظر بيع الأسلحة من كل العالم، وأوجدها تحت البند السابع من مجلس الأمن، ومنع أي أحد أن يبيع الأسلحة للنظام. ولكن العقوبات هي على الشعب السوري، ليست عقوبات على النظام. نعم، من مدينة غزة عنتاب التركية المحلل السياسي صفوان جمو، شكرا جزيلا لك. شكرا.